الموضوع بتاع الكرش والبطن سواء بقى للرجال او للبنات يعني الواحد يبقى كويس كده يعني حته بطن صغيره كده. والله عايزين نقول بجد ايه الاسباب اللي ممكن تكون احنا بنتسبب في ظهور البطن دي او الكرش عند الرجال ويعني عشان نتفاداها. قولي لنا في اسباب احنا اكيد بنغلط حاجات فادحه في حياتنا. قولي لنا بقى عشان نبدا الناس تعرف يبقى يعني اوير بيها اكتر. طيب هو عامه اسباب تخزين دهون في البطن انه انا يطلع لي بطن او يطلع لي كرش المسمى الدارج بتاعه سواء عند الستات او عند الرجاله اغلبيه الاسباب كلها واحده، الستات بس هتختلف في حاجات احنا هنقولها. فاول حاجه انه ده يكون جيناتكس، هو معتمد على طبيعه جسمي انا ووراثتي انا، انا جسمي بيخزن دهون في المنطقه دي اكتر حاجه، عيلتي عندها الهيستوري ده، فده دي حاجه يعني انا ماليش تدخل فيها. أوكي. دي طبيعه الجسم. تاني حاجة طبعا طريقة الأكل الغلط. احنا اتكلمنا عن السكر وقلنا ان السكر برضو بيعمل مشاكل كتير قوي سبيشالي بيخزن الدهون في منطقة البطن. في دراسة اتعملت عملوا بحث كده زي هو ليه انا مثلا ممكن تكون طبيعة جسمي ما بتخزنش دهون في البطن ولاقي ان انا عندي تخزين دهون في البطن كتير عن باقي جسمي. لانه في هرمونين متحكمين في القصة دي. هرمون الاولاني الانسولين اللي هو هرمون تخزين الدهون في الجسم اللي هو بيظهر في الجسم او بيعلى لما يكون في اي حاجه سكر داخل. طبعا لما بيعلى قوي بيبقى الحرق عندي في اقل معدلاته وتخزين الدهون عندي بالذات في منطقه البطن بيبقى اعلى حاجه. بيعلى قوي من ايه؟ من السكر الابيض والزيت الابيض والمشتقات بتاعته. تمام. فلو حد اغلب اكله كده حتى لو بيعمل دايت، في ناس خلي بالك بتعمل دايت بتقلل سعرات وتقول ايه يعني مش مهم ما انا هاكل الاكل العادي وهاكل عيش ابيض وهشرب مشروبات غازيه بس انا مقلل السعرات فكده كده هخس. فهيلاقي كل حاجه في جسمه بتخس الا البطن. فدي حاجه برده لازم الناس تاخد بالها. ملحوظه مهمه. بالظبط. فانا دلوقتي عندي برده السيدنتري لايف اللي انا فيها او طريقه اكلي اللي مش مظبوطه او اعتمادي على حاجات هي السبب في تخزين الدهون في المنطقه بتاعه البطن. الهرمون التاني يعني مش مواعيد الاكل مثلا غلط؟ لا مش مواعيد نوعيه الاكل. نوعيه الاكل كويس والكميه جدا. وكمل. لان انا كل ما باكل اكتر من احتياجاتي كل ما ده بيتخزن دهون. مش شرب الميه في وسط الاكل ومش الحاجات الغذائيه. لا طبعا بالعكس، ده شرب الميه في وسط الاكل ما بيخليش يبقى فيه كرش، يعني بيقلل الانتفاخ اللي بيحصل وبيحسن الحركه بتاعه المعده والامعاء. فدي حاجه خرافه خرافه. بالظبط كده. الهرمون الثاني هو هرمون الكورتيزول. أوكي. باللام. أيوة. كورتيزول ده بيزيد من ايه؟ من الاسترس. اي استرس الجسم بيتعرض له سواء ذهني بدني نفسي، السهر ده بيعتبر استرس، بيخلي برده الجسم يخزن دهون في منطقه البطن. فانا لو مظبط الهرمونين دول بالحاجات اللي مطلوبه مني ان انا المفروض اعملها ولو ده مش جيناتكس يبقى انا الدهون بتاعه البطن بتاعتي هتختفي تماما مش هتبقى موجوده. كويس. في حاجه بقى عند الستات اكتر اللي هي الهرمونز بتاعتنا. ايوه احنا عندنا استروجين والاستروجين اصلا هرمون تخزين دهون في الجسم فبيخلي نسبه الدهون عندنا اعلى فبيخلي الستات دول والله فبيخلي يعانوا والله هم جمال بس ومظلومين. جمال ومظلومين. الرجاله دول واخدين حقهم حتى في الكرش يعني. لا بس الستات دلوقتي واخده حقها برضه. لا ما احنا ماشي انا مع الومن امباورمنت بقى. لا انا زيك بالظبط بس انا اقصد انه دايما يقول لك جيناتكس وجسم وهرمونز والحاجات دي احنا صراحه لا بس احنا لا الدنيا بتفرق. عندنا بيبقى عندنا مشاكل كتير اكتر بتاثر علينا وعلى جسمنا. فالاستروجين دي حاجه لوحدها. الحاجه الثانيه لو انا عندي بقى ايه تكيسات مبايض. اوكي دي مشكله برضه بتعاني منها على فكره بنات قبل سيدات. بالظبط. ودلوقتي ما بقاش ليها عمر دلوقتي. أيوة. ممكن يكونوا لسه تين ايجرز او لسه في مرحله بلو وعندهم المشكله دي برضه بسبب اللايف ستايل الغلط. فحتى لو هي رفيعه مش عايزه تخس ولا اي حاجه هتلاقي ان هي عندها بروز بالذات في البطن السفليه اللي تحت شويه. فدي كلها اسباب انا لو صلحتها هلاقي ان انا موضوع البطن ده ما بقاش موجود عندي خالص. كويس جدا. طيب.